انت عارف حضرتك محمود عبد الجواد، صاحب مزرعة خيل ومربي خيل عربي، وعشرين سنة تقريبا في مجال الخيل، فكل حاجة في الخيل بعملها تقريبا. هتكلمنا عن بداية دخولك لمجال الخيل، دخلته ازاي وكان ايه اللي شجعك انك تخش هذا المجال؟ كان خيالي طبعا، كانت هواية، وكنت حبيت الخيل جدا وركوب الخيل، فبدأت أدخل فيها حاجة حاجة لغاية ما وصلت اللي أنا فيه، عملت المزرعة بتاعتي وبركب خيل وبدرب خيل وبدرب ناس وكل حاجة. تربية الخيل في مصر يمكن في ناس كتير ما تسمعش عنها، ما يسمعوش عنها كتير، بس حضرتك ممكن تقول لنا وضع مصر في مجال تربية الخيل؟ هل احنا يعني متقدمين جدا ولا احنا ورا شوية بمقارنة بالدول التانية؟ لا، متقدمين طبعا. احنا عندنا مسابقات جمال عالمية بتتعمل في مصر، وبننزل مسابقات بره برضو، فروسية وقدرة وتحمل بتعمل مسافات طويلة، فكل حاجة في مصر دلوقتي متقدمة جدا في الخيل، يعني تقريبا من اكبر الدول العربية فيها خيل دلوقتي مصر. حضرتك شاركت في مسابقات قبل كده بالخيل عندك؟ سابقت في مسابقات قدرة وتحمل 80 كيلو، يعني خدت مركز رابع وخامس السنة دي والسنة اللي فاتت. بس يعني حضرتك يعني دخلت مجال المسابقات قريب، مش من بعيد؟ هي القدرة والتحمل اتعملت في مصر من قريب، ما كانتش بتعمل من زمان، يعني اتعملت فترة من في سنة بداية 2003، وكان أخويا الكبير دخل فيها وخد مركز رابع. كانت مسابقة عالمية، كان الشيخ محمد بن راشد المكتوم هو اللي عاملها في مصر، وقعدت فترة كبيرة ما تتعملش وبدأت تتعمل تاني، فبدأنا ننزل فيها تاني من جديد. يعني حضرتك في المزرعة هنا حضرتك عندك كام خيل بتربيهم؟ 15 حصان. يعني ايه اقرب خيل لحضرتك؟ اسمه ايه؟ اسمه زورو. ليه انت بتحب زورو بالذات؟ بحبه جدا عشان حصان مطيع وبيسمع الكلام، ويعني الحصان مع اللي راكب عليه بيبقى مطيع جدا حسب اللي راكب عليه، انا عايز اخليه يجري بيجري معايا، لو حد ما بيعرفش يركب ركبه برضو بيبقى مطيع معاه جدا، فهو حلو في التعليم، كتعليم لاي حد علمه عليه بيبقى كويس قوي. الخيول اللي عند حضرتك يعني اشتريتها ولا ربيتها؟ اشتريتها صغيره اشتريتها كبيره؟ حاجه احكي لنا عن حكايتهم معاك. يعني في حاجات طبعا انا جبتها كبيره، وفي حاجات اتولدت عندي وتربت عندي، فزورو ده كان مولود عندي عشان كده قريب ان انا مدربه على ايديا، كل حاجه انا اللي معلمها له، فعشان كده عزيز جدا عندي، يعني من الخيل الأصيلة. شاركت في أعمال سينمائية مثلا بالخيول اللي عند حضرتك؟ كان في زورو طلع قبل كده في فيلم سمير وشهير وبهير مع الفنان أحمد فهمي، وطلع في إعلام كنت أنا اللي مصوره بيه، هو زورو برضو. هل هي خيول عربية ولا خيول مصرية؟ حضرتك اتكلمنا على الأنواع. في خيل عربي أصيل طبعا، وفي خيل عندي مش كله عربي أصيل، في خيل عربي وفي خيل بلدي عادي، بتبقى مخلطة بين عربي وبين الحصان العادي البلدي. ايه الفرق بين العربي والبلدي؟ العربي بيبقى ليه مواصفات خاصه طبعا، نوع الحصان يعني اجمل حصان في العالم، بيبقى فيه مواصفات في الشكل بتاعه، في العينين، في طريقه المشي، في حاجات كتيره جدا فيه، ان الحصان العربي من اجمل الخيل في العالم، الوش بتاعه وتبص له بترتاح نفسيا. ايه اللي بيخلي حضرتك مهتم جدا بتربيه الخيل وعامل مزرعه خيل؟ ايه الحلو، ايه الجميل في تربيه الخيل؟ وفي الحصان وفي حيوان وفي جدا، يعني مع صاحبه وفي جدا الخيل، ان انت يعني قصص الخيل زمان ايام الانبياء ليها قصص كتير، يعني سيدنا سليمان قبل كده قطع رقاب الخيل بتاعتها كلها عشان لهيته عن الصلاه، قعد يوم كامل ان انت تقعد قدام الحصان تتفرج عليه ما تشبعش منه. يعني انت شايف مثلا المصريين ليه مش ما فيش اقبال كبير على رياضه الخيل او كده؟ هل هم يعني ما فيش دعايه كافيه لهذه الرياضه في مصر او يعني ما فيش دعايه كافيه؟ طبعا دي حاجه اكيد، فاللي بيحبوا الخيل الهواه بتاع الخيل اللي بيحبوها في عدد قليل طبعا مش كتير، لكن في ناس كتير مربيه خيل طبعا، مش شرط ان هو يبقى مربي خيل بيعرف يركب كويس، وممكن يبقى مربيهم ان هو حابب ان هو يبقى فيه الخيل عنده، فالناس تركب الخيل رياضه طبعا من احسن الرياضات، بتحرك عضلات الجسم كلها ومريحة، ما فيهاش أي حاجة يعني متعبة أو كده، وتعليمها سهل مش صعب. أسعار الخيل يعني الأسعار الخيول العربية بتتراوح من كام لكام وكده؟ هو بتبقى حسب الحصان العربي عشان السلالة بتاعته والبيديجري بتاعه، فحسب الحصان نفسه، ففي خيل بتوصل ممكن حاجة حصان يوصل لمليون جنيه، ممكن حصان بـ 30-40 ألف جنيه، تختلف من حاجة لحاجة. يعني طبعاً حصان المليون جنيه بتبقى ايه مواصفاته؟ مواصفاته ان حصان مقاساته عاليه، المقاسات بتاعته عاليه، المواصفات بتاعته عاليه، فممكن بينزل مسابقات جمال بيكسب فيها، فتبقى السلاله بتاعته عاليه، الانتاج بتاعه لما بيولد ابنه او بنته بيتباع بسرعه، فدي مواصفات الخيل ان هي بتخليها تتباع بسرعه، فدي بتعلي من سعرها. مسابقات الجمال لما بتعمل حصان بيكسب فيها سعره بيعلى، يعني لو حصان ثمنه 100,000 جنيه ممكن يبقى 200، ممكن يبقى 300 لما يكسب في مسابقات عالميه بتاع الجمال. يا حضرتك اشرح لنا. الوش نازل جزء واحد، تمام. ده الحصان البلدي. العربي بيبقى فيه الوش بتاعه فيه انحدار كده، تمام.
حضرتك بقى بنيت المكان ده لل... بلدي بس طبعا دي بلدي مخلطة في الوش تلاقيه مختلف عن البلد التاني ده مخلط على عربي. ده احسن هند. متوسط عمر الحصان كم؟ من 20 ل 25 سنة.